بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع التمييز في الجانب الخدمي نشعر به كبلديين بشكل فاقع وواضح جدا، مما يشعرك في نهاية المطاف أنك لا تمتلك وثيقة المواطنة في البحرين، ولا يمكن في هذه العجالة أن أغطي جميع أنواع الخدمات بالتمييز في البحرين، فلذلك أعطي بعض الأمثلة بشكل سريع. أول مثال في الخدمات الإسكانية، وقد يكون بعض الأحيان التمييز مضاعفاً ضد جهة أو منطقة بالمقارنة مع الآخرين. فإذا قلت الإسكان فإن هناك تمييزا واضحا تجاه المناطق الشيعية، ويضاعف هذا التمييز بالنسبة لأبناء العاصمة، فيكون هناك تمييز مضاعف أكثر. فالمدينة الشمالية كان من المفترض أن تسلم أول دفعة من بيوت الإسكان فيها في أغسطس 2008، ونحن الآن في 2014. هناك نعم هناك 520 وحدة تبنى الآن، ولكن متأخرة منذ تم الإعلان عنها أيام لجنة الإسكان والإعمار في أغسطس 2008. تم إلغاء مشروع شهركان الإسكاني، تم إلغاء مشروع الماحوز الإسكاني، فهناك مجموعة مشروعات في المناطق الشيعية على الخصوص يتم إلغاءها دون ذكر سبب مقنع أو عذر مقبول، بالإضافة لعدم إيجاد أيضا بديل تجاه الإسكان. في معلومة، في سبتمبر 2013 أحد أعضاء المجلس البلدي في الجنوبية، كنا نتحدث عن موضوع الإسكاني، فذكر بأن دائرته تحاول أن تتفاوض مع الإسكان لأن يصل طلبات الإسكان في الحصول عليها إلى سنة 2013، يعني مجرد شهور يسجل ويحصل على طلبه الإسكاني، وهو يقول هذا حرام، يعني أنا أحاول معاهم إلى 2010، هم يريدون 2013، مع العلم بأن وجود هناك طلبات إسكانية باعتراف وزارة الإسكان مر عليها أكثر من 20 سنة. فموضوع الإسكان أيضا، إذا تلاحظون المشروعات الإسكانية التي تنشأ تكون محدودة العدد عادة في المناطق الشيعية، وتحظى المناطق الأخرى بمشروعات ضخمة جدا، لا أريد أن أسمي وأعطي مثالا واحدا كالحلينية مثلا. فيعني هذا ضمن عقلية النظام أن تكون المناطق غير الشيعية واسعة جدا. هاي بالنسبة للمشروع الإسكاني، أما الخدمات الإسكانية، أما الخدمات البلدية فهناك يعني بعض المناطق تحظى بخمس حدائق، وبعض الدوائر لا تحظى إلا بحديقة يتيمة ذات مساحة محدودة جدا. وعندما تحاول أن تشرح الموضوع وتطلب استبلاك من أجل أن يكون هناك مساحة للأطفال للترفيه والحدائق، لا تحصل على هذا الاستبلاك. نفس الاستبلاك هو مشروع أيضا تمييزي تعمل به وزارة البلديات. يعني لم تحظى العاصمة ولا الشمالية منذ أن انطلقت هذه الثورة المباركة، لم تحظى بمشروع بلدي واحد في كلا المنطقتين، والسبب هو عقلية النظام في التمييز ضد أبناء الشعب. الخدمات في الشوارع، يعني شوارعنا شوارع الرفاع عند الديوان وما جاور الديوان، تلاحظ بأن الشارع حتى شمخ ما فيه، يعني ما مشموخ الشارع،
لكن تعال مناطقنا يعني شوف الطرق حتى لو تعبدت يعني كم من شهر تعمل بها المعاول والحفر. تضحكون لأن أكيد عايشين هذه المأساة وعارفينها لأن هذه حقائق ليست بالغريبة. حتى يعني شارع الرفاع بالذات، أنا أقول الرفاع والديوان ليش؟ لأن يعني ليست المفترض ليست العائلة الحاكمة بأفضل من أي مواطن عادي آخر في البحرين، ولكن للأسف الشديد شوف الأشجار حتى نوع الإضاءة، أعمدة الإنارة لها أسعار خاصة وطريقة محددة. الليلة إذا رحتون على شارع الديوان إذا ما شايفين قبل، شوفوا الأعمدة هناك شلون، وشوفوا الأعمدة في مناطق كل البحرين حتى المناطق السنية، يعني ليس خاصا بمناطق الشيعة فقط، فأعمدة خاصة لها أسعار خاصة بطريقة محددة. لماذا هذا التمييز؟ أليس من المفترض أن يكون الحاكم يعني يتناسب في الخدمات التي، بل يجب أن يفضل في جلسة من جلسات رؤساء المجالس البلدية مع الملك، تفضل وقال أن الكهرباء بناء على والده وصلت إلى المنامة قبل الرفاع، فالمفترض أن تكون عقلية الحاكم أن يتنعم الأبناء، أبناء المواطنين، أبناء الوطن أكثر من أي حالة أخرى. ضمن أيضا الخدمات البلدية لدينا المرافق، يعني أيضا هناك مرفق في المعامير من 2005، ساحل دمستان تأخذ سنوات ورسائل رايحة ورسائل قادمة وتحديد مواعيد وتحديد موازنات، ولكن يعني باللهجة العامية عيونك ما تشوف إلا النور، فلا تطبيق. نعم أنا أقر بأن التمييز قد ازداد ببداية هذه الثورة بشكل فاحش جدا بما لا تقبله العقول ولا يمكن أن يسكت عليه، والتمييز لا يقل خطورة عن التجنيس، فكلا المشكلتين، كلا المشروعين يعني مشروعان خطيران يهددان أمن البحرين. أما الخدمات الأمنية، هناك أيضا خدمات أمنية، يعني الكل المفترض أن يحظى بهذه الخدمات الأمنية لنتعرف على عقلية النظام في تقديمه لهذه الخدمات. كنا نعرف أن إذا أحد تقدم إلى مركز شرطة لسرقة ما، لا يمكن أن تقوم القوى الأمنية بإيجاد هذا السارق، ولكن احرق تاير، يعني التفجير مثلا اللي صار في الدي أقل من 6 ساعات تم القبض على من فجر وقام بالتفجير كما صرحت بوزارة الداخلية. فعقلية النظام الأمن ليس للمواطن بقدر ما هو أمن لفئة محددة من المجتمع. ليش إذا أنا مواطن وأقدم شكوى كما هو القانون لمركز شرطة لماذا لا يبحث عن السارق؟ أيضا يعني هناك شبكات في الدعارة وغيرها، ولكن لا تسهر عيون الأمن على راحة المواطن إذا كان يعيش في منطقة محددة ويكون عنوانها التشيع. فهذا بشكل مجمل جدا الخدمات التي يميز تجاه أبناء الشعب بعقلية واضحة لا تحتاج إلى دليل، والحمد لله.